عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة وصول جثمان حارس نادي مولودية البيض إلى مسقط رأسه في بشار واستقباله من قبل عائلته والولاية. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحتسبه شهيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا مشهد مؤثر جدا، هذا والده وعائلته وأقاربه. أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وأن يصبر أهله ويجعله من أهل الجنة يا الله يا كريم.